أعزائي مشاهدي الفضائية التربوية طلاب الثالث الثانوي العلمي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم معي الزميلين الأستاذ يحيى نصر مدرس في تربية دمشق، أهلا وسهلا. أستاذ محمد فايز ديب مدرس أيضا فيزياء كيمياء في تربية دمشق. أستضيف الضيفين الكريمين للإجابة على أسئلتكم حول وحدة الكيمياء العضوية، ونخص بالذكر القسم الأول من الكيمياء العضوية لأنه وبعد يومين هناك قسم آخر للكيمياء العضوية. في هذه العجالة لدينا ساعة زمنية واحدة، وقت قصير نسبيا بالنسبة لوحدة كبيرة مثل الكيمياء العضوية، يعني نستغني عن المواضيع التربوية قليلا ونتطرق فورا إلى المجال العلمي، محاولة للإجابة على أكبر قدر من الأسئلة التي سترد إلينا تباعا على الأرقام التي ستظهر على شاشة الفضائية التربوية. والشكر موصول لجميع من يشارك معنا في الاستديو، وكل عام وأنتم بخير جميعا، أهلا وسهلا بالجميع. زملائنا الكرام، الكيمياء العضوية هي الوحدة الأخيرة بترتيب كتاب الكيمياء، وتحتل تقريبا كحجم أوراق تقريبا ربع الكتاب، لها ترتيب معين من الأغوال إلى الأمينات. أستاذ يحيى، في دروس الكيمياء العضوية هناك ترتيب محدد، يعني بعجالة بوقت قصير حدثنا عن الترتيب المحدد وعن تركيبة الكيمياء العضوية، تفضل. مرحبا بك أستاذ، مرحبا بالطلاب المشاهدين. بالنسبة رمضان كريم علينا وعليكم جميعا. بالنسبة إلى قسم الكيمياء العضوية، قسم الكيمياء العضوية يدرس المركبات العضوية التي تحوي في صيغتها الأساسية الهيدروجين والكربون، وهذه المركبات العضوية هامة جدا وتأتي أهميتها من خطورتها. فمعظم المركبات العضوية سريعة الاشتعال، قابلة للانفجار، استنشاقها سام جدا. فعل الطالب وغير الطالب أثناء التعامل مع المركبات العضوية توخي الحذر وعدم إضافة المواد العضوية إلى بعضها البعض، كإضافة المطهرات وإضافة المنظفات إلى بعضها البعض، أو إضافة الأدوية إلى بعضها البعض. طبعا تدرس الكيمياء العضوية مجموعة من الدروس، وهي الأغوال، الألدهيدات، الكيتونات، الحموض الكربوكسيلية، الأسترات، الأميدات، الأمينات والإيترات. وهذه الدروس تهتم بكتابة الصيغة حسب الاتحاد الدولي يوبك، زائد تهتم بكتابة الصيغة الهيكلية والخواص الفيزيائية والخواص الكيميائية من خلال كتابة المعادلات اللازمة. شكرا أستاذ. أستاذ محمد، نحن يعني على عجل من أمرنا للدخول إلى المجال العلمي، لأنه مثل ما ذكرنا الوقت قصير نسبيا بالنسبة لطلاب في تشوق للأسئلة، وحقيقة في كم كبير يمكن أن يصلنا اليوم من الأسئلة. سنبدأ قبل أن تصل الأسئلة، سنبدأ باستعراض سريع لذكر الأستاذ يحيى التسمية حسب النمط الدولي للكيمياء البحثي والتطبيقي اليوباك، قواعد هذه التسمية، وأعطينا مثال أو مثالين على الأغوال، كيتونات، ألدهيدات. أول شيء يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم بالجميع، نتمنى من الطلاب تبعنا يتابعونا باهتمام. أول شيء أهم نقطة أساسية هي معرفة الوظيفة، يعني تمييز الزمرة الوظيفية لحتى نحدد على أي تسمية ما نسمي. مثلا الأغوال تتميز بزمرة الهيدروكسيد واللي هي زمرة الأو أتش، فنكون عارفين ما يسمى الصيغة العامة واللي هي R بشكل عام، R أو H. هاي بالنسبة للأغوال. الأغوال تصنف إلى ثلاث أصناف. في عنا أغوال أولية، يعني زمرة الهيدروكسيد مرتبطة بذرة كربون أولية. في عنا أغوال ثانوية، زمرة الكربوكسيل مرتبطة بذرة كربون ثانوية. وفي عنا أغوال ثالثية، إذن هون زمرة الهيدروكسيد مرتبطة بذرة كربون ثالثي. أما بالنسبة للألدهيدات والكيتونات، الزمرة المميزة هي الزمرة الكيتونية CO، عندما ترتبط بهيدروجين نحصل على شيء اسمه ألدهيد، وعندما ترتبط بجذر الكيلي بدل الهيدروجين نحصل على شيء اسمه كيتون. هاي الزمرة الوظيفية قدرنا نميزها. متى ما ميزنا الزمرة الوظيفية يعني عرفنا لأي تسمية ما نسمي، لأنه بكل مركبات في لاحقة تدل على نوع المركب. مثلا الأغوال في عنا اللاحقة أول، مثلا الألدهيدات في عنا اللاحقة آل،
الكيتونات، في عنا اللاحقة أول. هاي أول شيء لازم نكون نحن عارفينه لحتى نقدر نسمي المركب. الخطوة الثانية هي حفظ الألكانات كاملة، من نكون حافظينها لحتى التسمية تنجح معنا. نبدأ دائما، خلينا نقول نبدأ الترقيم، بدك تنتبه ابني الطالب، من الزمرة الوظيفية. نبدأ الترقيم من الزمرة الوظيفية دائما. بعدين كل نوع له تسمية خاصة. مثلا الأغوال الأولية دائما عم تكون الـ OH مرتبطة بالذرة رقم واحد، فنكتب اسم الألكان ثم نضيف اللاحقة أول. مثال، أبسط مثال هو CH3 CH2 OH. إذا هون عندنا ذرتين كربون، يعني عندنا الإيتان، بما أنه غول نضيف اللاحقة أول، وين مرتبطة الـ OH بالذرة رقم واحد. مثلا مثال آخر عندك CH3، ارفع الورقة أستاذنا لو سمحت لي تظهر واضحة. نعم شكرا. CH3 CH، لاحظ أن الـ OH مرتبطة بذرة كربون ثانوي، إذا هذا غول ثانوي، إذا الترقيم يبدأ من الطرف الأقرب إلى الوظيفي. هون عندنا غول بنسميه متناظر لأنه على اليمين واليسار نفس العدد. لاحظ أنه ثلاث ذرات كربون، يعني أنت عم تحكي عن البروبان الوظيفي على الذرة رقم 2 اللاحقة أول. أما إذا كان غول ثالثي مثلا CH OH، اسحب الورقة للأعلى أستاذ، كلما يعني طبعا زادت الكتابة اسحب الورقة اللي تظهر على الصورة. شكرا لك. CH مثلا 2 CH، هاي حط لها CH 3 وهي CH وهي CH 3 وهي CH 3، يعني هذا مركب فيه جذور مرتبطة بسلسلة الوظيفية. فهون نبدأ الترقيم من الذرة الأقرب إلى الوظيفة، يعني نبدأ الترقيم هون من اليسار على الشكل 1 2 3 4 5. إذا كان هناك جذور مرتبطة بالسلسلة نبدأ بكتابة اسم الجذر ملحق برقم الذرة. لاحظ على الذرة رقم 4 في عنا جذر ميتيل، أيضا على الذرة رقم 2 في عنا جذر ميتيل. السلسلة الأطول توافق البنتان، رقم الوظيفة 2 ثم اللاحقة. ارفع قليلا أستاذ. تمام. هاي بالنسبة لتسمية الأغوال أولية ثانوية أو ثالثي. تمام. هلا نبدأ بكتابة الصيغة الهيكلية. طبعا الصيغة الهيكلية للمركبات العضوية هون لا يذكر لا ذرات كربون ولا ذرات هيدروجين، وإنما تظهر الوظيفة فقط. يعني أنا ما بشوف خط بهالشكل، وهون OH، إذا أنا عم بحكي عن أغوال. يعني هون في الزمرة الوظيفية عندي، هون بدي أتخيل أنا ذرة كربون، مثلا عندي زمرة وظيفية بهذا الشكل 1 2، إذا حط ليها هيك بهالشكل OH، هاي صيغة هيكلية لغول. منعد ذرات الكربون، إذا هون فينا نتخيل في ذرة كربون، إذا 1 2 3، هاي الصيغة الهيكلية لمين؟ البروبانول 1. أما إذا وضع صيغة هيكلية بهذا الشكل، لاحظ أن زمرة OH مرتبطة بذرة كربون ثانوي، يعني أنت بدك تتخيل على كل طرف من الخط هناك ذرة كربون. إذا 1 2 3، هي عندنا 4. لاحظ إنه OH جزت على ذرة كربون ثانوي، إذا هذا بنسمي البوتان رقم الوظيفة 2 اللاحقة O. هاي إذا كنا عم نحكي عن الصيغة الهيكلية للأغوال. ننتقل إلى الألدهيدات. طبعا لا تنسى الزمرة الوظيفية واللي هي CO مرتبطة بها ذرة الهيدروجين، فعندما تتصل بجذر الكيلي نحصل على الصيغة
العام للألدهيد. هون ما بدنا ننسى أنه اللاحقة هي آل، يعني يضاف إلى نهاية اسم الألكان اللاحقة آل. أما الصيغة الهيكلية فدائما على ذرة الكربون، لاحظ إذا حط لك رابطة مزدوجة أو وأخذ أي خط آخر فأعلم أنك على الألدهيد عم تشتغل. هاي بالنسبة للصيغة الهيكلية. فإذا طلب مثلا مثال، لنأخذ مثال، إذا قال اكتب الصيغة نصف منشورة والصيغة الهيكلية لي ثلاثة ميتيل البوتانيل. لاحظ نهاية الاسم في ألف لام، إذا نحن عم نحكي عن الدهيد. من اللاحقة عرفنا أنه الدهيد. مين الأساس الألكن الموافق؟ هو البوتان. إذا عندك أربع ذرات من الكربون بما أنه الدهيد، إذا في عنا سي أو وعنا الأتش. رقم بدءا من الوظيفة على الذرة رقم ثلاثة، في عنا جذر الميتيل، واعلم أن كل ذرة كربون تحتاج إلى أربع روابط، فعدد الروابط الناقصة منعبيها بالهيدروجين. فالذرة رقم أربعة عندها رابطة معناتها بدها ثلاثة هيدروجين. الذرة رقم ثلاثة في عندها ثلاث روابط، إذا هي بحاجة لهيدروجين. الذرة رقم اثنين عندها رابطتين معناتها بدها تنتين هيدروجين. هاي كتبنا له الصيغة نصف منشورة. اكتب الصيغة الهيكلية، ابدأ بالزمرة الوظيفية. عندك ذرة تنتين ثلاثة أربعة، الأو تجينا هون على الذرة رقم ثلاثة بنحط خط، هذا الخط يعني جذر ميتيل. إذا لما نشوف على الصيغة الهيكلية خط واحد، هذا الخط، شكرا لك، نعم هذا الخط يعني جذر ميتيل، تذكر ذلك. أما إذا وجد كلور أو بروم أو يود فهذا يكتب على الصيغة. يعني على سبيل المثال CH3، أو نأخذ ورقة جديدة معلش. نعم نعم لا مشكلة، تفضل. إن شاء الله يعني CH3 CH انزل بالورقة لأنك طلعنا لفوق. نعم الشاشة معيار، هي ما يظهر على الشاشة أمامنا هو ما يظهر على التلفاز. نعم واضح هيك، واضح. نعم نعم قد تكتب المركب بهذا الشكل CHO. إذا هذا الدهيد، إذا واحد اثنين ثلاثة أربعة، إذا هذا الدهيد. لاحظ على الذرة رقم ثلاثة عندك الكلور، فكلورو سلسلة توافق البوتان، وبما أنه الدهيد فاللاحقة اكتب الصيغة الهيكلية نفس العملية، واحد اثنين ثلاثة أربعة، إذا الأو هتجينا هون على الذرة رقم ثلاثة في كلور. الكلور طبعا ما نحط صيغة الكلور، بس لما بيكون خط لحاله معناته نحن عم نحكي عن جذر الميتيل. هاي فيما يتعلق بالدهيدات. نجي على الكيتونات. الكيتونات الزمرة الوظيفية الرئيسية زمرة الكربونيل، إذا ارتبطت ب جذرين الكيليين هون حصلنا على الصيغة العامة للكيتونات. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية ما نفهمها أنه اللاحقة تبع الكيتونات هي الأون. في نهاية الاسم لازم يكون في عنا اللاحقة أون. إذا نرقم أيضا هون، نرقم من الطرف الأقرب إلى الزمرة الوظيفية. هذه القاعدة لازم نضل بذهن كل طالب عند تسمية المركبات العضوية. طيب مثال CH3 CO CH3،
إذا كان الجذرين R هو نفسه R فتحة يدعى كيتون، نسميه متناظر. إذا كان الكيتون متناظر فالترقيم لا يختلف إن كان من اليمين أو من اليسار. ثلاث ذرات كربون إذا أنت عند البروبان. رقم الوظيفة 2 واللاحقة المميزة أون. لاحظ الصيغة الهيكلية دائما بتجي الرابطة المزدوجة مع أو ليس على طرف السلسلة الكربونية. هون بتميز الصيغة الهيكلية. مثال آخر بنسمي المركب التالي مثلا CH3 CH2 CO وهي CH3. سمي المركب واكتب الصيغة الهيكلية. لاحظ هون الكيتون غير متناظر فنبدأ الترقيم من الطرف الأقرب إلى الوظيفة. إذا من هنا 1 2 3 4. إذا أنت الأربعة إذا أنت على البوتان عم تشتغل. بما أنه كيتون حط رقم الوظيفة ونضيف اللاحقة أون. اكتب الصيغة الهيكلية. هاي الصيغة الهيكلية هاي أربع ذرات نجي لهون منحط او. اذا كتبنا الصيغة الهيكلي. هاي اذا كان اعطانا الصيغة بدنا نسمي ونكتب الصيغة الهيكلي. اما اذا كان العكس قال اكتب الصيغة النصف منشورة لي مثلا 3 كلورو البنتان 2 اون واكتب الصيغة الهيكلية. إذا نحن هون عم نشتغل على البنتان، البنتان خمس ذرات من الكربون فناسهم خمس ذرات كربون. أون يعني أنا عم بحكي عن كيتون. الزمرة الوظيفية تحمل الرقم 2، إذا نبدأ من هنا نضع الزمرة الوظيفية. أما على الذرة رقم 3 2 هي 3 4 هي 5. على الذرة رقم 3 في عنا جذر الكلور. ثم نتمم باقي الروابط بإضافة الهيدروجين. هاي الذرة عندها رابطة فبدها 3. الذرة الثالثة عندها 3 روابط إذا نضيف لها هيدروجين. هاي عندها رابطتين نضيف لها 2. هاي عندها رابطة واحدة نضيف لها 3 ذرات هيدروجين. حصلنا على الصيغة بسموها نصف منشورة. اكتب الصيغة الهيكلية. طبعا الصيغة الهيكلية نبدأ من طرف الأقرب إلى الوظيفة. هي الذرة رقم 1 2 هي 3 هي 4 وهي 5. الزمرة الوظيفية جاي على الأو هون. على الذرة رقم 3 في عنا جذر أو الكلور CL نكتبها CL. إذا كان بدل CL ميتيل بنحط خط واحد فقط. بنحط خط ما بنحط جذر الميتيل لأن هذا الخط يدل على جذر الميتيل. أما إذا شفنا خط بهالشكل فسمك خط بهذا الشكل فهذا هو جذر الإيتيل. فانتبه إلى عدد ذرات الكربون في كل مركب عم يعطيك كان في التسمية أو كان في كتابة الصيغة. إذا هلا بالتسمية واضح المركب مكتوب من رقم من سمي. شكرا لك أستاذ محمد. أنا يعني رح أعيد ملخص لكلامك بشكل سريع. لتسمية المركبات العضوية بشكل حسب النمط الكيمياء الدولية، إذا أولا نختار أطول سلسلة لذرات الكربون بحيث يكون من ضمن كربون الزمرة الوظيفية. ثاني خطوة نرقم السلسلة من الطرف الأقرب لكربون الزمرة الوظيفية. ثالث خطوة إذا وجد جذور سواء عضوية أو لا عضوية نذكر أولا موقع واسم الجذر، ثم نذكر اسم الألكان الذي رقمناه زائد موقع الزمرة الوظيفية يعني بأي ذرة كربون ارتبطت، زائد مقطع صوتي يدل على الصنف إذا كانت أغوال واو لام، إذا كانت ألدهيدات ألف لام، وإذا كانت كيتونات واو. إذن التسميات الهيكلية والدولية خلصنا منها. إن شاء الله أنه تكون وصلت الفكرة بوضوح. أستاذ يحيى، نحن تركيبة الكيمياء العضوية لها تركيبة محددة، دائما نبدأ بالتسميات وننتقل إلى التحضير. والأغوال هي مركبات عضوية مهمة صناعيا، سواء صناعيا أو في استعمالات مجالات الأدوية والتعقيم والتطهير وفي مجالات المذيبات الصناعية.
لو سمحت أسلط الضوء على طريقة تحضير المركبات الغولية صناعيا. بالنسبة للإيثانول، كيف يحضر الإيثانول صناعيا؟ هناك طريقتين. الطريقة الأولى من خلال ضم الماء إلى الإيتن. الإيتن صيغته C2H4 أو CH2 رابطة ثنائية CH2. طبعا C2H4 زائد H2O. H2O عبارة عن H و H. C2H4H4 بتأخذ H يصبح C2H5 ويبقى OH. إذن بالنهاية ينتج C2H5OH. الطريقة الأخرى هي تخمر سكر العنب. سكر العنب C6H12O6. بالتخمر ينتج الغول الإيتيلي أو الميتانول C2H5OH زائد غاز ثنائي أكسيد الكربون. طبعا نوازن المعادلة، نضرب CO2 باثنين و C2H5OH باثنين. بالنسبة للإيتانول انحلاليته بالماء بكل النسب، لأنه يشكل روابط هيدروجينية بينه وبين جزيئات الماء، حيث الرابطة الهيدروجينية تنشأ عندما ترتبط ذرة الهيدروجين بعنصرين كهرسلبيين. بالنسبة لتحضير الميتانول، الميتانول CH3OH، كيف يحضر الميتانول؟ من خلال تفاعل أكسيد الكربون مع الهيدروجين. CO زائد H2 يعطي CH3OH. طبعا من وازن المعادلة نضرب H2 باثنين. بالنسبة لقاعدة ماركو فينيكوف، تستخدم عند ضم الماء إلى الألكن. طبعا الألكن يجب أن يحوي أكثر من ذرتين كربون. مثال على ذلك ضم الماء إلى البروبين. واحد البروبين واحد صيغته الكيميائية CH3CH رابطة ثنائية CH2 زائد H2O. طبعا قاعدة ماركو فينيكوف تقول أن القسم الموجب من الماء، الماء عبارة عن قسمين، قسم موجب وقسم سالب. H2O عبارة عن قسم الموجب H موجب والقسم السالب OH السالب. طبعا القسم الموجب حسب القاعدة تقول أن القسم الموجب يتجه إلى ذرة الكربون الأكثر هيدروجينا، لذلك H موجب يتجه إلى CH3. أما القسم السالب يتجه إلى ذرة الكربون الأقل هيدروجينا، لذلك OH يتجه إلى ذرة الكربون الأقل هيدروجينا وهي CH، ليصبح بالطرف الآخر من المعادلة CH3CHOH CH3، اسم المركب بروبان 2 أول. أول. نعم، إذن شكرا لك. التحضير الصناعي إذن للأغوال أصبح واضحا، وقاعدة ماركو فينيكوف هي تحكم الموقف عند ضم الماء إلى ألكن بحسب الكتاب. ننتقل إلى التحضير الصناعي للألدهيدات والكيتونات. أستاذ محمد، التحضير يعني الألدهيدات والكيتونات وضعت بتسلسل الكتاب ضمن نفس الدرس لأنها تحتوي على زمرة متشابهة وهي زمرة الكربونيك، فلذلك عندما نتكلم عنها نتكلم عن الاثنين معا. تفضل، كيف يمكن أن نحضر صناعيا الألدهيدات والكيتونات؟ الأغوال تعتبر كأحد المركبات العضوية الأساسية في تحضير الألدهيدات والكيتونات والحموض الكربوكسيلي. نعم. فهلا بالنسبة للأغوال، في عنا أكسدة الأغوال، في عنا أغوال أولية تتأكسد أكسد جزئية، في أغوال ثانوية أيضا تتأكسد. فأكسدة الأغوال الأولية إذا كانت أكسدة جزئية نحصل على الألدهيد الموافق. إذن يمكن تحضير الألدهيد من الأغوال، ويمكن تحضير الكيتونات أيضا من الأغوال، بس أنا ما نميز إذا كان عندك أغوال أولية، أكسدة، بس بنسميها أكسدة جزئية، أيضا بتعطينا الألدهيد. هاي القاعدة لازم نحفظها. أما إذا كانت أغوال ثانوية وأخذنا أكسدة كما بتعطينا هاي كيتون، هاي ما يميز الأغوال الأولية ولا تفاعل الأكسدة. أيضا عندنا الطريقة الثانية هي نزع الهيدروجين. فنزع الهيدروجين إذا كنا عم نحكي عن غول أولي بده يعطينا الألدهيد، هلا رح نكتب أمثلة على ذلك. وإذا كان عنا غول ثانوي كمان بده يعطينا كيتون. فهلا عمليا إذا أخذنا غول أولي مثلا CH3CH2OH الإيثانول وعملنا له أكسدة جزئية وليست تامة، فنحصل على
CH3CHO يعني نحصل على الإيثانول. لو أخذنا CH3CHOH وهي CH3 وهو الثانوي، ارفع الورقة قليلا أستاذ إلى الأعلى، أكسدنا أيضا نحصل على CH3CO CH3، إذا حصلنا على الكيتون الموافق. طبعا هون التفاعل لازم ينتبه الطالب أن التفاعل هون الأكسد يتم، إذا عم تلاحظ النتائج دائما التفاعل يقع في موقع الزمرة الوظيفي، فبالأكسد عم نسحب هيدروجين من زمرة من الزمرة الوظيفية وعم نسحب هيدروجين من ذرة الكربون المرتبطة بها الزمرة الوظيفية. لاحظ النتائج كيف عم تصير معنا، هاي إذا كان عملية أكسدي. أما بنزع الهيدروجين هون بقى تنتبه، لما بيقول لك نمرر، بس شفت كلمة نمرر الغول على، هاي من الميزات لازم يحفظها الطالب، النحاس المسخن، فأنت عالم أنه هون عملية نزع الهيدروجين، هي عملية نزع الهيدروجين، وأنت حافظ القاعدة، نزع الهيدروجين عم يعطي غول أولي الدهيد وغول ثانوي عم يعطيك كيتون، فنمرر الإيثانول، أقول لك نمرر الإيثانول على النحاس المسخن حتى درجة 300 درجة سلسل، فأعلم أنه يتم نزع هيدروجين. سميت في الكتاب أكسدي وسائط نسبة لوجود الوسيط الشروط المرافقة للتفاعل. نعم. فانزع الهيدروجين من OH مع هيدروجين من الذرة المرتبطة بها OH، راحت واحدة من هون صفة هيك، لاحظ إذا العملية نزع هيدروجين ما بيطلع ماء، بيطلع عنا هيدروجين، إذا حصلنا على الألدهيد. بنفس الطريقة تماما لو كان عم يحكي عن غول ثانوي ومرر على النحاس هذا الوسيط الأكسدي الوساطي أو نزع الهيدروجين، تنتبه على شروط التجربة بتحدد النتيجة. لاحظ النتائج كيف صارت، سحبنا الهيدروجين من OH مع هيدروجين من ذرة الكربون المرتبطة بها OH، حطينا رابطة مزدوجة مشان تكون روابط الكربون أربعة دائما، إذا حصلنا على الكيتون الموافق. شكرا لك استاذ محمد. اذا ننتقل الى الخواص الكيميائيه، وهي يعني اهم تفاعلات ذكر في الكتاب، اهم التفاعلات التي يختص بها المركب. نحن لا نستطيع ان نغطي كل التفاعلات، نختار بعض الامثله والاشياء التي تخدم القسم الاخير من الكتاب. مثلا تفاعل الاسترا، لدينا نحن في الكتاب بحث خاص بالأسترا، فلذلك لابد من التعريض تسليط الضوء على تفاعل الأسترا ليخدم القسم الأخير. أستاذ يحيى، تفاعل الأسترا هو عبارة عن تفاعل حمض كربوكسيلي مع غول، تفضل حدثنا عن التفاعل واذكر مثالا عليه. الأسترا بالتعريف هي عبارة عن تفاعل حمض كربوكسيلي مع غول، ودائما حمض كربوكسيلي مع غول يعطي أستر زائد ماء، حيث أن تفاعل الأسترة هو عكوس وبطيء. كيف نسرع تفاعل الأسترة كونه بطيء؟ بإضافة حفاز هو حمض الكبريت H2SO4، لذلك دائما بالأسترة نضيف حمض الكبريت حتى نسرع التفاعل. إذن حمض كربوكسيلي زائد غول يعطي أستر زائد ماء، الحمض الكربوكسيلي صيغته RCOOH، الغول زائد الغول R فتحة OH يعطي أستر RCOO R فتحة زائد الماء H2O. نأخذ مثال على ذلك، تفاعل حمض الإيثانويك يلي هو حمض الخل مع الإيثانول، حمض الإيثانويك صيغته CH3COOH زائد الإيثانول C2H5OH. طبعا بتفاعل الأسترة الرابطة بالنسبة للغول، الرابطة في الزمرة OH هي التي تتحطم، والرابطة CO في الحمض الكربوكسيلي هي التي تتحطم، لذلك H مع OH يعطي H2O زائد يبقى CH3COO C2H5. إيثانوات الإتيل زائد ماء
نعم شكرا لك. إذا استعملنا الحفاز هو حمض الكبريت ليزيد من مردود التفاعل، لأن حمض الكبريت ومن المعروف أنه مادة شريحة للماء، فهو يمتص الرطوبة في الطرف الثاني من المعادلة، فبالتالي حسب قاعدة لوشاتولية بما أنه نقص تركيز الماء سيربح التوازن بالاتجاه المباشر فتزداد إنتاجية الأستر. نعم يزداد، نعم لزيادة مردود الأستر. شكرا لك أستاذ يحيى. ننتقل إلى التفاعل المهم الذي تختص فيه الأغوال، وهو تفاعل البلمها. أستاذ محمد، تفاعل البلمها الغرض منه الحصول على بلاماء، على مركبات بلاماء. البلاماء له نوعان، تفاعل البلمها له نوعان، تفضل لو سمحت. البلمها أو ما يسمى نزع الماء من الأغوال. البلمها في عنا نوعين لعملية البلمها، في عنا ما يسمى البلمها الداخلية، يقصد بالبلمها الداخلية هي نزع جزيئة ماء من جزيئة غول واحد. طبعا إذا تذكر أنه للحصول على الغول في عنا إيماهة الألكن، فإذا نزعنا الماء من الغول طبعا نرجع للألكن. نعم. أي لازم يكون قواعد بذهن الطالب لما عم يحفظ الموضوع، بيقولك عدد المعادلات كتير، هي عدد المعادلات ما أنا كتير، بس اللي بدك تحفظ القواعد. إذا إماهة الألكن تعطي غول معناها تنزع الماء من الألكن، من الغول عفوا، نحصل على الألكن. يعني أنا عندي CH3 CH2، هاي اللي أخذناها كمثال، بدنا نجي عملية بلمها، يعني ما ننزع جزيئة ماء، يعني هون بده يطلع معنا H2 أو نزعنا الماء. إذا ما نرجع إلى الأصل، الأصل هو الألكن الموافق اللي هو الإيتين. إذن بلمها الداخلي نحصل على الألكن الموافق، هاي لازم ما تغيب عن ذهن. إذن البلمها الداخلية هاي لازم نحفظها كقاعدة تعطينا الألكن الموافق. وهون بدي يذكر الطالب كمان قاعدة سايتزف، عند نزع الماء من جزيئة الغول يخرج الهيدروجين من ذرة الكربون المجاورة والأقل هيدروجينا، والأقل هيدروجينا قاعدة سايلزف. والمجاورة لذرة الكربون الحامل للزمرة الوظيفية طبعاً. من كل التفاعلات عنا السلسلة مهما كانت طويلة، من نركز نحن على الزمرة الوظيفية وموقع، لأنه هي اللي تقوم بالعملية. نعم. يعني التفاعل بده يجي على الزمرة الوظيفية، يعني إذا عندي 20 ذرة كربون والزمرة الوظيفية على أول ذرة، فأنا بدي أشتغل على الذرات الأولى. صح. يعني هي الوظيفية هي اللي بدها تشتغل. يعني هاي بنسميها البلمها الداخلي، وفي عنا ما يسمى البلمها ما بين الجزيئية. البلمها ما بين الجزيئية يعني نزع الماء من جزيئتي غول. هون لا تنسى القاعدة طالب انه نحصل على ما يسمى الإيتر الموافق. اذا R OH مع R فتحة OH يعني غول مع غول، إذا نزعنا جزيئة ماء فنحصل على ما يسمى الإيتر الموافق. هاي بالنسبة للبلمها. نأخذ مثال، مثلا ممكن يكون الغول نفسه، ممكن يكون غول مختلف. يعني مثلا أخذنا الميتانول مع الإيتانول، نزع جزيئة ماء فنحصل على الإيتر الموافق، وهي الـ H2O. طبعا الإيترات هي مشتق للزمرة الكبرى، فعنا نحن هاي ذرتين كربون هي الزمرة الكبرى، فهذا بصير اسمه إيتوكسيد الميتان. هاي بالنسبة للبلمها، بالنسبة للأغوال كان بلمها داخلية فنحصل على الألكن، أما البلمها ما بين الجزيئية فنحصل على الإيتر الموافق. طبعا أستاذ نضيف إلى الموضوع أن البلمها الداخلية ليست سهلة بالنسبة لمركب، لذلك طبعاً تحتاج إلى وسيط وشروط خاصة. شكرا لك أستاذ. أستاذ يحيى، يعني لخصنا موجز سريع للدرس بشكل نظري، نبدأ بالتمارين بسؤال الاختيار من متعدد، وهو سؤال أولا. أيضا سنغطي من تمارين الدرس يعني بعجالة ما يخدم الدرس، ما يخدم الأغراض التربوية ضمن الدرس. أولا اختر الإجابة الصحيحة لكل من ما يأتي، تفضل أستاذ يحيى. اختر إجابة صحيحة
غول وحيد الوظيفي، النسبة الكتالية للأكسجين 8/37، فتكون كتلته المولية. كتلته المولية طبعا إم. دائما بالفيزياء والكيمياء بالنسبة لأخطر إجابة صحيحة منحل السؤال، الجواب يلي بينتج منختاره. هنا منحل السؤال، ماذا تعني كلمة محمد لو سمحت على الأوفر هيد 8/37؟ النسبة المئوية 8/37، ماذا تعني 8/37؟ معناها كل 37 من الغول تحوي 8 غرام أكسجين. الورقة اللي تحت أستاذ محمد مو مبينة على الشاشة بشكل واضح، شكرا لك. إذن النسبة الكتالية 8/37، ماذا تعني 8/37؟ كل 37 غرام من الغول، كل 37 غرام من الغول تحوي 8 غرام أكسجين. 8 غرام أكسجين، هو يطلب الكتلة المولية M، معناها كل M تحوي طبعا الغول يحوي ذرة أكسجين واحدة والكتلة المولية للأكسجين 16. بناخذ الطرفين بالوسطين، M تساوي 37/16/8، 16/8 2، ضرب 37 بيطلع 74. إذن الإجابة الصحيحة 74. إذن الإجابة C 74. نعم تفضل. ثانيا، 2 مركب عضوي ذو الصيغة RCHOHR فتحة يدل على الدهيد، خطأ. غول أولي خطأ، غول ثالثي خطأ، غول ثانوي صح، لأن حسب تعريف الغول، غول الثانوي أو أتش ترتبط بذرة كربون ثانوي، أو الغول يحوي على جذرين الكيليين، وطبعا بالصيغة المعطاة يوجد جذرين الكيليين. نعم. RR فتحة. 3 غول وحيد الوظيفة، النسبة الكتالية للأكسجين 50%. هو طبعا منحل السؤال، 50% ماذا تعني 50%؟ يعني كل 100 من الغول يحوي 50 غرام أكسجين، والكتلة المولية نرمز للكتلة المولية M، كل M تحوي 16 غرام أكسجين. إذا أخذنا الطرفين بالوسطين، M تساوي 16/100/50 ينتج 32. 32 هي الكتلة المولية للميتانول، الميتانول CH3OH، إذا حسبنا الكتلة المولية لـ CH3OH C12H1/3 زائد O16H1 بينتج 32. إذن الصح ميتانول. طيب أنا نحكي رقم، بس نعرفهم على كيف يحسبوا الكتلة المولية. معلش تفضل. على بس بالنسبة للطلاب، طبعا الغول فيك تكتبه كصيغة مجملة هي CN H2N+2O كصيغة مجملة لكل الأغوال. إذا تحسب الكتلة المولية بشكل عام تطلع عندك 14N+16 18، هاي الكتلة المولية بشكل عام. إذا عرفت الكتلة المولية فأنت عرفت الN، متى ما عرفت الN صار عندك الغول معروف. يعني هلأ إذا طلعت الكتلة المولية عنا نحن 32 تساوي 14N+18، إذا 32 - 18 يساوي 14N، معناتها عنا نحن بها الحالة 14 يساوي 14N. إذا عندك عدد ذرات الكربون في هذا الغول 1، ارجع للصيغة بتطلع عندك CH4O، هي الصيغة المجملة، بما أنه غول معناتها هو CHOH، إذا هو الميتانول. الغول الذي فيه ذرة كربون واحد. تفضل استاذ يحيى اكمل. أكسدة الاغوال الثانوية تعطي دائما الغول الثانوي عند اكسدته يعطي كيتون، والغول الاولي عند الاكسدة يعطي حمض كربوكسيلي. هنا الاجابة الصح الكيتونات، رقم سي. اذا اكسدة الاغوال الثانوية تعطي كيتونات. نعم شكرا لك. اذا الاجابات واضحه على اولا. ناتي الى التسميات، حكينا فيها والاستاذ محمد توسع فيها، ما بدنا نرجع نكرر السؤال. نجي لسؤال رابعا، اعطي تفسير علمي، واعطي سؤال اعطي تفسير علمي يقيس مهارات عقليه عليا. فبالتالي اذا استاذ محمد لدينا في الكتاب 3 اسئله اعطي تفسير علمي، اجب عليها لو سمحنا. أعطي تفسيرا علميا لكل مما يأتي. تتفاعل الأغوال مع المعادن النشطة. طبعا في عنا بالنسبة للأغوال في زمرة الهيدروكسيد OH، في عنا هي بسموها زمرة قطبية، يعني الأكسجين أعلى كهرة سلبية، فبده يأخذ الإلكترونات فيكسب شحنة سالبة
بينما الهيدروجين شحن موجبي. إذا هون تأثر الزمرة الوظيفية بالنسبة للأغوال هي تتفاعل كحموض مع المعادن الفعالة. نعم. إذا بالنسبة للمعادن الفعالة الأغوال تتفاعل مع المعادن كتفاعل الحموض. ونعرف نحن أن حامض زائد معدن بيعطينا ملح زائد هيدروجين. معدن نشط مثل الصوديوم أو البوتاسيوم بده يحل محل الهيدروجين. إذا هون تتفاعل مع المعادن النشطة لأنه في عنا قطبية في الرابطة بين الهيدروجين والأكسجين فتتفاعل كتفاعل الحموض مع المعادن. هاي بالنسبة للأول. ثاني. السؤال الثاني. الهكسان واحد أول أقل مزوجية في الماء من الإيثانول. هون لازم ما ينسى الطالب أنه بارتفاع الكتلة الجزيئية تتناقص فعالية الجزء القطبي في المركبات العضوية. بارتفاع الكتلة الجزيئية تتناقص فعالية الجزء القطبي، يعني اللي بيخلي المركب ينحل في الماء هي القطبية، لأن الماء مركب قطبي. فهلا بالنسبة للهكسانول والكتلة الجزيئية عالية فمعناتها فعالية الجزء القطبي عنده خفت، لذلك أقل مزوجية من الإيثانول. ثالثاً ينحل الإيثانول في الماء بكافة النسب، مثل ما حكى من بداية الدرس حكى زميلنا أنه الأغوال تشكل روابط هيدروجينية بين جزيئات الماء وجزيئات الغول. يعني ينحل الإيثانول أول شيء كتلة جزيئية منخفضة فهو يشكل روابط هيدروجينية بين جزيئات الإيثانول، خلينا بما أنه حاكي عن الإيثانول يشكل روابط هيدروجينية بين جزيئات الإيثانول وجزيئات الماء، فلذلك ينحل بكافة النسب في الماء. نعم. وشروط يعني تشكيل الربط الهيدروجيني يجب أن ترتبط ذرة الهيدروجين بذرة شديدة الكهرباء سلبية مثل O أو N أو F، ويوجد أيضا ذرة لديها زوج إلكتروني حر في مركب آخر، فبالتالي عندها تتوفر الشروط المناسبة لتشكيل ربطة هيدروجينية وهنا محققة. أستاذ يحيى، في المسائل الأغوال لدينا المسألة رقم 3، مسألة يعني تحقق بعض الأهداف التربوية منها حساب الكتلة المولية واستنتاج الصيغة. تفضل لو سمحت بإيجاز حل هذه المسألة. بالنسبة للمسألة الثالثة تقول يتفاعل غول وحيد الوظيفة مع الصوديوم فينتج ملح كتلته 34/23 من كتلة الغول المطلوب. واحد، اكتب المعادلة المعبرة عن التفاعل. الغول صيغته R فتحة أو H مع الصوديوم زائد Na يعطي، طبعا الصوديوم معدن نشيط كيميائيا يزيح الهيدروجين ويحل محله، لذلك يصبح بالطرف الآخر R فتحة O Na زائد H2. من وزن المعادلة نضرب بنص H2. الطلب الثاني، احسب الكتلة المولية للغول. الكتلة المولية بفرض الكتلة المولية للغول M. إذا كانت الكتلة المولية للغول M فإن الكتلة المولية للملح الناتج هي M زائد 22. هو يذكر في نص المسألة ينتج ملح كتلته 34/23 من كتلة الغول، هذا يعني أن كتلة الملح تساوي 34/23 ضرب كتلة الغول. كتلة الملح 34/23 من كتلة الغول. كتلة الملح هي M زائد 22 يساوي 34/23 M. ما ناخذ الطرفين بالوسطين، إذا أخذنا الطرفين بالوسطين يصبح عمليات حسابية بتطلع الـ M. اللي طلع الـ M بالعمل الحسابي ده 46 بتطلع الـ M. الطلب الثالث، استنتج الصيغة المجملة للغول ثم اكتب الصيغة النصف المنشورة. طبعا الغول صيغته R فتحة أو H. R فتحة أو H تساوي الكتلة المولية نحن حسبناها بالطلب الثاني 46. R فتحة هي جذر الكيلي. الصيغة العامة للجذر الكيلي CnH2n زائد 1 OH يساوي 46. طبعا C أعطانا الكتلة المولية للكربون 12 بN 12 N فتحة زائد H1 ب2 N فتحة زائد 1 2 N فتحة زائد 1 زائد O16 زائد H1 17 يساوي 46. بينتج 14 N فتحة زائد 18 يساوي 46. بنطرح 46 من 18
بيطلع 28. 14 انفتحة يساوي 28، معناها انفتحة 28 على 14 يساوي 2. اذا حسبنا انفتحة 2 معناها منعوض بالصيغة العامة للجذر الالكيلي سي ان اتش 2 ان زائد 1. اذا عوضنا ان 2 تصبح الجذر الالكيلي سي 2 اتش 5، معناها الغول سي 2 اتش 5 او اتش هو الايثانول. الصيغة نصف المنشورة للغول سي 2 اتش 5 تكتب سي اتش 3 سي اتش 2 او اتش يسمى ايتان واحد. ول استاذ محمد وضح مكتوب اكتب الصيغة المجملة، اكتب له الصيغة للطالب بشكل واضح، صيغة مجملة وصيغة نصف منشورة مشان يعرف الطالب الفرق بينهما لو سمحت. لا، الصيغة المجملة بالنسبة للغول فينا نكتبها هيك، يعني كجذر ناخذ سي 2 اتش 5 او اتش، هي تعتبر صيغة مجملة. فينا ناخذها هيك سي 2 اتش 6 او، كمان هي تعتبر صيغة مجملة. الصيغة نصف منشورة يعني منوزع ذرات الكربون تنتين، إذا كانوا تنتين تنتين، إذا ثلاثة ثلاثة إلى آخره. بعدين هاي الزمرة الوظيفية، القاعدة كل ذرة كربون يجب أن ترتبط بأربع روابط، فهلا بالنسبة للذرة هون عندها تنتين فنحن منضف لها تنتين، بينما الذرة هاي عندها رابطة واحدة معناتها هي سي اتش ثلاثة، هاي بنسميها نحن الصيغة نصف منشورة، هاي بنسميها الصيغة نصف منشورة. أما إذا بدنا ناخدها كصيغة هيكلية، هاي ذرة كربون هيك، هاي الأواتش، هاي الأواتش، هذا هي الصيغة الهيكلية للإيتانول. إذا طلب منك اكتب الصيغة الهيكلية للإيتانول. شكرا لك أستاذ محمد. ننتقل إلى بعض الصفات الكيميائية والخواص الكيميائية. تحدثنا عن التسمية وتحدثنا عن طرق التحضير الصناعي للألديهيدات والكيتونات، ومثلا ما يعني ما يميز ما بين الألديهيد والكيتون هي تفاعلات الكواشف مع كل منهما. أستاذ محمد، التفاعل مع كاشف تولن ومع كاشف فيهلينج تفاعلين مهمين في الكيمياء العضوية نظرا لقدرتهما على التمييز بين الألديهيدات والكيتونات، وهي تفاعلات أكسدي إرجاع في وسط أساسي. لا نريد أن نتطرق إلى موضوع الأكسدي والإرجاع الذي يخص الصف الحادي عشر، ولكن اكتب التفاعلين لو سمحت، واكتب يعني الأشياء المرافقة من الكاشف، من الشروط التي تحقق التفاعل، على مثال مثلا مثل الإيتانول. إذن أول شيء هي تفاعل مثل ما حكينا، الأكسدي هي تفاعل مميز بين الألديهيدات والكيتونات. فالكيتونات تتأكسد بصعوبة بالغة، بينما الألديهيدات تتأكسد بسهولة، وذلك كمان هي لمعلومات الطالب لسبب وجود الهيدروجين بذرة الكربون. فالأكسدة تختلف حسب طبيعة الوسط، إذا كانت الأكسدة في وسط حمضي نحصل على حمض كربوكسيلي، أما إذا كانت الأكسدة في وسط أساسي فنحصل على صاعدة الحمض. إذا أخذنا الشكل العام للألدهيد RCOYH أكسدة، إذا أخذنا كاشف تولين، فكاشف تولين هو عبارة عن محلول نترات الفضة نشادري مع وجود الهيدروكسيد، إذن الأكسدي في وسط أساسي. طالما الأكسدي في وسط أساسي فنحصل على صاعدة الحمض يترسب 2 مول من الفضة، طبعا الماء ناتج الأكسدي طالما في أكسجين. هلأ بدنا نوازن المعادلة، ف2 صار عندك بدك توازن الشحنات، هون 2 موجب معناته صار بدنا 3 سالب 4 هيدروجين، إذن هون مضربها ب2، إذن الراسب هو الفضة. فأي مركب، هاي معادلة التفاعل هام، ممكن عن طريقها نعرف اسم الألدهيد إذا أعطانا الراسب، وإذا أعطانا الألدهيد ممكن نعرف كتلة الراسب. يعني هذا تفاعل مهم حتى في المسائل العضوية ممكن يجيك، مثل ما ذكر الأستاذ بحاجة تسخين لطيف أيضا، تماما في تسخين حرارة. نعم، مثل ما حكى الأستاذ نميل، في عنا مثلا الإيتانال مع كاشف تولين، طبعاً يسموا هذا تفاعل تفضيض المرايا لأنه عم يرسل خط تحت الكاشف لكي لا يختلط على الطالب بأنه فقط الفضة، هو مجموع الفضة وشوارد الهيدروكسيد. الهيدروكسيد طبعاً، إذن مجموع هذا هو كاشف، هذا هو الكاشف. لا، هذا هو الكاشف طبعاً. فنحصل على سي اتش 3 صاعدة الكربوكسيل أو الخلات، يترسب الفضة، وهي هاي بالنسبة للتفاعل مع كاشف تولين. طبعا هون تسخين لطيف
يعني كل معظم التفاعلات تحتاج إلى تصنيع. أنا سأضيف قليلا عن آلية التفاعل هنا، بما أن التفاعل هو أكسدة، إذا الإيثانال سيتأكسد إلى حمض كربوكسيلي، الحمض الكربوكسيلي سيتفاعل مع الجذر الهيدروكسيل الموجود في الكاشف فيتشكل ملح، الملح يتأين في الوسط المائي معطي أيون الكربوكسيلات اللي هو هون CH3COOH. تمام تفضل استاذ. هاي بالنسبة للتفاعل مع كاشف تولين، مع كاشف فيلينج، كاشف فيلينج كمان هون المقصود في التعبير هون أن الألدهيدات تتأكسد بسهولة، يعني حتى الأيونات المعدنية قادرة تأكسد الألدهيد، هي المقصود بالتعبير. نعم. يعني ممكن أكسدتها حتى عن طريق الأيون، مثل أيون النحاس طبعا كمان في الوسط الأساسي، هذا هو الكاشف، ليست الأيون النحاس لحاله، كمان هون ما نحصل على الكربوكسيلات يترسب أكسيد النحاسي أيضا الماء من ناتج التفاعل. هلا بدنا نوازن، يعني عندك هون اثنين صار عندك بالطرف الثاني عندنا واحد سالب، هون صار عندنا أربعة موجب واحد سالب، معناتها بنحط لها هون خمسة، صاروا خمسة سالب أربعة موجب واحد سالب، وزننا الشحنات مع نوازع وزن الهيدروجين خمسة واحد ستة، إذا هون صار في عندنا ثلاثة. وطريقة التفاعل مثل ما حكى زميلنا نبيل انه المعدن هو عم يتفاعل عم يشكل ملح، عم يصير ايون بالملح منحل، ولذلك عم نحصل على ايون الحمض وليس على الحمض. مثال الايثانال ايضا اكسدي محلول فيهلينج، كمان هذا تفاعل مهم، نحصل على ايون الخلات راسب احمر اجري والماء اكسيد النحاسي، هذا طبعا النحاس اخذ تكافؤ واحد يسموه اكسيد النحاسي، هي بس للمعرفة بالنسبة للطلاب. هاي تفاعلات هامة جدا بالنسبة للألدهيدة. نعم شكرا لك استاذ محمد. ايضا نحن نعرف انه المركبات التي تقبل تفاعلات الضم او الاضافه يجب ان تتمتع بصفه مميزه. تمام. الصفه المميزه يجب ان تحتوي روابط اما ثنائيه او روابط ثلاثيه، يعني بنسميها في الكيمياء العضويه مركبات غير مشبعه. غير مشبعه. استاذ يحيى، الالدهيدات والكيتونات كلاهما يستجيب لتفاعلات الضم بسبب وجود الروابط الثنائية في زمرة الكربونيل. تفضل اشرح لنا تفاعلات الضم أو الإضافة في زمرة الكربونيل في هذه المركبات. بالنسبة للألدهيدات، ضم الألدهيدات، نأخذ مثال وليكن الإيثانال CH3COH مع أستاذ يحيى. في لدينا اتصال من طرطوس، رغد. تفضل رغد. مرحبا. مرحب أهلين. بدي أسأل سؤال بس لوحدي. بأسئلة الوحدة حددي الصفحة يا رغد. صفحة 195. 195 تفضل. بس علي صوتك. صفحة شو؟ 195 المسألة السادسة. المسألة رقم 3؟ السادسة. السادسة رقم 6. نعم، شو بدك فيها يا رغد؟ ما فهمت شو المطلوب منا وكيف حليناها. طيب استاذ محمد، المساله رقم 6 في الصفحه 195. طيب المساله السادسه عم نقول مزيج من الايثانال وحمض الايثانويك يقسم الى قسمين متساويين، يعامل القسم الاول بكاشف تولين فيتشكل راسب كتلته 10.8، اما القسم الثاني فيؤكسد ويعامل ناتج الاكسده بمحلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 1 مول باللتر، فيلزم لذلك 150 ميلي لتر. المطلوب اكتب المعادلات المعبرة عن التفاعلات الحاصلة. لحظة استاذ بس نشوف رغد، لساتك معنا على الخط رغد؟ رغد راحت. رغد كنا نحاول يعني نستثمر معلوماتها نتحاور نحن وياها شوي لنشوف بخصوص عمليات الأكسدة. تفضل استاذ محمد اكمل. طيب هلا بالنسبة لعملية الأكسدة عندنا مزيج عملاك من الإيثانال وحمض الإيثانويك. إذا عندنا الإيثانال اللي هو CH3CHO طبعا بالأكسدة، فبده يعطينا حمض الإيثانويك، هاي هو التفاعل. والقسم الثاني عالجه بكاشف تولين، يعني حمض الإيثانويك ما راح يتفاعل مع كاشف تولين، بده يتفاعل مع كاشف تولين هو أيضا
الإيثانال كاشفتولين، هلا كنا عم نحكي عن المعادلة. إذا القسم الأول أكسد وحصل على حمض ويعامل القسم الثاني يعني ناتج الأكسدي، أما القسم الثاني فيؤكسد ويعامل ناتج الأكسدي محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 1 × 10 مول باللتر. طيب إذا أكسدنا نحن القسم الثاني، هلا صار في عنا نحن بالمحلول. استاذ محمد الوقت ادركنا بإيجاز لو سمحت وبسرعه بس اشرح لي اياها، لان شرح ما عاد فينا اعتقد انها ستستهلك اكثر من لانه هي بدها انه هي بدها تاخذ عن طريق المعايره. بدنا نعرف نحن تركيز المبدا العام. ايه؟ المبدا العام هلا عن طريق المعايره بدنا نعرف نحن تركيز الحمض، تمام؟ نعم. عن طريق المعايره، هلا من القسم الاول اللي عالجه مع كاشف تولين بدنا نعرف فقط كتله الايثانول. ايثانول نعم، التفاعل مع كاشف تولين بيعرفنا كتلة الإيثانال. طالما قسموا إلى قسمين متساويين فكتلة الإيثانال في القسم الأول هي نفس كتلة الإيثانال في القسم الثاني. نعم. عن طريق المعايرة نحصل على تركيز الحمض. الحمض بالقسم الثاني في عنا حمض بالأصل وفي عنا حمض ناتج عن أكسدة الألدهيد. بس طالما عرفنا نحن كتلة الألدهيد من القسم الأول، إذا عرفنا كتلة الحمض الناتج عن أكسدته في القسم الثاني، بهالشكل هذا بنحسب كتلة المزيج. نعم، شكرا لك استاذ يحيى. نعود لنكمل ايضا وبسرعه ادركنا الوقت. بالنسبه للتفاعلات الاضافه، الايثانال سي اتش 3 سي او اتش مع حمض سيانيد الهيدروجين اتش سي ان، طبعا زمره الكربونيل سي او رابطه قطبيه، او سالب سي موجب، واتش سي ان اتش موجب سي ان سالب، لذلك الموجب ياخذ السالب والسالب ياخذ الموجب، تصبح المعادله بالطرف الثاني CH3COH رابطة بالأسفل CNH. إذا أردنا أن نسمي هذا المركب الناتج، طبعا نرقم من عند CN 3 ذرات كربون، هنا يسمى OH جذر هيدروكسي، رقم ذرة الكربون التي تحمله 2، لذلك 2 هيدروكسي 3 ذرات كربون بروبان، ونسمي CN نتريل. بالنسبة للكيتون نأخذ مثال البروبانون نفسه الأسيتون، الأسيتون صيغته الكيميائي CH3COCH3 زائد HCN، طبعا الرابطة الثنائية تتحطم أو يأخذ الH تصبح CH3C، الرابطة الأعلى OH تحت CN CH3. إذا أردنا أن نسمي هذا المركب نقارن ونرقم ذرات الكربون، 3 ذرات كربون، طبعا نسمي الجذور أولا، OH يسمى هيدروكسي، رقم ذرة الكربون 2 هيدروكسي، وسي اتش 3 يسمى ميتيل، رقم ذرة الكربون 2 هيدروكسي 2 ميتيل، 3 ذرات كربون بروبان، ونضيف كلمة نتريل. نعم شكرا لك. إذا هذه المركبات في كلا الناتجي الضم هي مركبات معقدة أو مختلطة فيها أكثر من زمرة وظيفية أستاذ محمد، لذلك نحن نختار الزمرة الوظيفية الأنشط ونجعل المركب يتبع لها، فبالتالي النتريل كيميائيا أنشط من الهيدروكسيل، فلذلك سمينا المركب واللاحقة الإسمية كانت للنتريل، واعتبرنا الهيدروكسيد OH هو متبادل لا عضوي مع هذا المركب، فلذلك كان الترقيم من عند ذرة الكربون الأقرب إلى الزمرة الوظيفية من أي من ذرة الكربون CN. شكرا لكما. إذن بقي حوالي الدقيقة، نستثمر هذه الدقيقة في تفاعل الهلجني أستاذ محمد، التفاعل مع الهلوجينات، ونكون قد أنهينا درس الألدهيدات والكيتونات. الهلوجينات ما هي أستاذ محمد؟ الهلوجينات هي الفصيلة رقم 7 بجدول الدور إذا بيذكروها الطلاب، اللي هي تبدأ بالفلور كلور بروم يود إلى آخره، هي الهالوجين. نعم، تفاعل الأسيتون أو البروبانون مع البروم وهو النشاط رقم 13 على ما أعتقد. طبعاً هون لازم تفاعل، هون ما في تفاعل ضم، يعني ما عم يصير تفاعل ضم، عنه عم يصير تبادل هيدروجين من أحد الزمر أو الجذور الألكيلية مع البروم، يعني الزمرة الوظيفية. استبدال الزمرة بذرة. نعم، عملية استبدال، ما عم يصير عنا تفاعل. هلا اذا اخذنا مثلا الاسيتون او البروبان 2 او مثلا مع البي ار 2 او مع الاي 2 مع سي ال 2، هون عم يصير عمليه استبدال
لهيدروجين في الجذر الألكيلي بهالوجين لنحصل على اتش بي ار. هاي هي التفاعل مع الهالوجينات، مشان ما يفكر الطالب انه ممكن يضم البروم مثل ما ضمينا سيان هيدروجين او ما عم نضم حمض الى الزمره الوظيفي. نعم، اذا هي ليست تفاعل ضم انما تفاعل تبادل في الكيمياء. الصفحه التاليه الصفحه 159، اولا الاجوبه اختر من متعدد. استاذي أيوة. استاذ يحيى لدينا عدة ثواني فقط. بعد الالدهيدات والكيتونات معه. نعم، اربع اجابات اختيار متعدد في الصفحة 159. رقم واحد، تشترك الالدهيدات والكيتونات بوجود زمرة طبعا الكربونيل، هي الاجابة الصحيحة. زمرة الكربونيل سي او. زمرة الكربونيل سي او. اثنين، إحدى الصيغ الآتي تشكل كيتون متناظر. طبعا الكيتون المتناظر الجذرين الطرفيين يكونان متماثلان، لذلك الإجابة الصحيحة هي رقم سي، إجابة صحيحة، لأن الإجابة أ تمثل أستر، الإجابة ب تمثل كيتون، كيتون غير متناظر، الإجابة سي تمثل كيتون متناظر، الإجابة دي تمثل الدهيد. ثلاثة، يرجع البروبانون بالهيدروجين بوجود. يعني استاذ يحيى قصدك انت الاجابه الصحيحه هي الكيتون المتناظر بي، يعني انا فهمت منك انه بي الاجابه. الكيتون المتناظر هو بي. نعم بي. نعم بي. نعم. طبعا بي. نعم طبعا بي. اكمل. يرجع البروبانون بالهيدروجين بوجود البالاديوم كوسيط وينتج الاجابه الصحيحه هي سي، بروبان. نعم. اثنين، ولان ارجاع الكيتون يعطي غول ثانوي. رقم أربعة، المركب الذي يتفاعل مع كاشف فيهلينج من بين المركبات الآتي. طبعا الألدهيدات هي التي تتفاعل مع كاشف فيهلينج، لذلك الإجابة الصحيحة دي الإيتانال. الإيتانال صح. نعم، شكرا لك. أعتقد أن وقتنا انتهى لهذا اليوم. في نهاية هذه الحلقة أشكر الضيفين الكريمين، الأستاذين الأستاذ يحيى نصر مدرس في تربية دمشق، والأستاذ محمد فايز ديب أيضا مدرس في تربية دمشق، وأنا نبيل مخول موجي اختصاصي أيضا في تربية دمشق. أشكر كل من استمع إلينا وأتمنى لكم الفائدة. يوجد ندوة أخرى بعنوان نفس تحت نفس العنوان الكيمياء العضوية يوم الثلاثاء المقبل مع زملاء لنا. أتمنى من فاته الاستماع إلينا أن يحاول الاستماع إلى الندوة التالية، ونتمنى أن يكون ما يفيد في هذا الوقت. شكرا لكم جميعا، وشكرا لزملائنا في الفضائية التربوية. شكرا للجميع.